خلال 10 دقائق ان شاء الله بنكونوا داخلين الشاطئ ان شاء الله. بنحاولوا نضمن حدودنا في كتله نسافروا ضد المغول وضد جيش الحسايب هذا. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. نصر إن شاء الله ونحيي الليبيين بكلمة الفصل القضائي اللي صدرت أمس. نعم طبعا احنا الثوار بالنسبة لرأينا في القانون من قديم ونجددوه إلى الآن. القانون هو بالجميع موافقين على اللي بتحكم به المحكمة من البداية، ما ننتظرش في حكم. نحن هنا على الميدان إن شاء الله انتصارات إلى الأمام، نأمن جميع ربوع ليبيا إن شاء الله من ضد أي مجموعة إرهابية خارجة عن القانون، سواء سمت روحها جيش قبائل أو سمت روحها أي مسمى. القانون فوق الجميع، أمن الليبيين بالدرجة الأولى. الله أكبر، من نصر إلى نصر إن شاء الله. عندي رسالة لكم بعثناها للثوار المشهورة مجلس بنغازي، تقول لهم شدوا على أيديكم ثوار شورى بنغازي في القلب. وبإذن الله وبإذن الله الانتصارات حتمتد من هنا الى الشرق. تبقى هي الشرارة. نعم. الله اكبر عليك. الله اكبر عليك. صحيح المسار انطلقت منها وباذن الله للامام. باذن الله اسلام القذافي وحفتر هوبا في مزمن التاريخ زي الكلب المرحب عن بلد القذافي. الله اكبر عليك. وباذن الله اللي خلونا من الثوار وباعوا دم الشهداء حييدوه. واو يقول هذه النتائج الحمد لله. ربك انصرنا. بايع على الارض وربك انصرنا من صدرش احنا بالسلاح والعافيه. الله اكبر ونصر الى نصر ان شاء الله. اي الله اكبر. حاولوا يرشونا وحاولوا ينشرونا بالفلوس لكن ما قدروش. لانه دم الشهداء ما نشروش احنا ما نبيعوش لو بالمليارات. ثوار الزاويه وثوار صبراته والساحه الغربيه كلها وصربان المنطقه الغربيه كامل على العهد ان شاء الله. ليوم الدين ان شاء الله. مبارك عليك نصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
الله اكبر جايين من عقب داركم يا زدان. انتم وشاش القبائل كلاب وشاب الجماعه تحفظوا جايينكم من عقب داركم. الله اكبر الله اكبر لله الحمد. قالوا هذا النصر والميدان والنصر في السياسة. الله إن شاء الله يرفع شهدائنا ويضحوا من هذا الوطن ومن أجل هذا التراب الغالي. طبعا الحمد لله الكفار الزاوية اليوم واجب الكفار المنطقة الغربية اليوم تم التحام اليوم تحام في دوار غريان. وبإذن الله الآن كتلة محاصرة الآن الآن يعلم الله بحال ناسنا في كتلة. بإذن الله بإذن الواحد الأحد إن شاء الله سننطلق بإذن الله الآن نرتب الأمور سننطلق نحن في ورساو إن شاء الله لمدينة كتلة بإذن الله لدعم الحصر يا كتيبة شهداء ليبيا والملقبة بالحضور. الله أكبر. شباب ما شاء الله كيف الأسل ناس آثروا نفوسهم لحماية الوطن والقضاء على أسلام النظام وعلى المجرمين والأفاقين.